النائب العام يزور جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي. يا هلا والله بموكب العز. فيديو يرصد موكب ولي العهد بكوريا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معكم اسلام في فيديو جديد من قناة ميديا الخليج. من كرم حضراتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ في الفيديو على طول. شكرا لكم جدا. يا هلا والله بموكب العز، يا هلا والله بسمو سيدي، يا هلا بعز العرب. شرفت ونورت كوريا بوجودك يا ابو سلمان. بهذه الكلمات بدأ مواطن سعودي التقاطه لمشهد فيديو لحظة مرور موكب سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية، وهو المقطع الذي شهد تداولا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي. ويكشف المقطع عن المحبة التي يكنها السعوديون لولاة أمرهم، وبكيف يفرحون بلقائهم أينما وجدوهم، حيث اختتم مسجل المقطع تعليقه بالدعوات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. وكان الرئيس الكوري مون جاي قد استقبل اليوم في القصر الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الزيارة التي يقوم بها سموه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين. ربنا يحفظ ولي العهد محمد بن سلمان والمملكة بشعبها يا رب. المصدر سبق. زار النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، حيث اشتملت الزيارة على لقاءات مع ضباط وجنود قيادات عسكرية ومركز العمليات المتقدمة، كما تضمنت زيارة المصابين في مستشفى القوات المسلحة بخميس مشيط للاطمئنان على صحتهم والامتنان لهم على ما قاموا به من أعمال بطولية في ميدان العز والشرف دفاعا عن حياض هذا الوطن الغالي. ووجه النائب العام كلمة للمرابطين على حدودنا الجنوبية هنأهم فيها بتحمل مسؤولية الزود عن حياض هذه البلاد المباركة ودفع أعدائها والسهر على حماية حدودها، وأشاد بتضحيات أبطالنا في سبيل رفعة الحق ونصرة المظلوم وحماية أطهر بقاع الأرض ضد كيد المعتدين ونقمة الحاقدين، مبينا أن الكلمات مهما كانت بلاغتها فإنها لا يمكن أن تعبر عن مدى الفخر والاعتزاز الذي يحمله لهم كل مواطن سعودي ومقيم في هذه البلاد. ووجه في ختام زيارته شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لاهتمامها الكبير ودعمها اللامحدود لجميع القطاعات العسكرية، الأمر الذي مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها بأمثل صوره، وأتم وجه سائلا الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخائها تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بنصره. المصدر سبق.com. في نهاية الفيديو لو قدمت لكم معلومة جديدة أو خبر استفدتوا منه ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك ليأتيكم كل جديد. وشكرا لكم جدا ولتعليقاتكم، بحبكم كلكم وبحب تعليقاتكم، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.